السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب جميع متابعي فضائية العراق التربوية وبطلابنا الأعزاء طلاب السادس الأدبي في درس جديد من مادة التاريخ موضوعنا لهذا اليوم يتحدث عن الجمعيات العربية ودورها في حركة النهضة العربية من أهم الجمعيات العربية اللي عندنا هي جمعية بيروت السرية جمعيه بيروت السريه اللي تعتبر طبعا من اهم الجمعيات السريه واول تنظيم سياسي معارض للحكم العثماني، ممكن يجيك هنا فراغ من الجمعيات اللي الها وتعتبر اول تنظيم سياسي معارض للحكم العثماني يكون الفراغ هو جمعيه بيروت السريه او ياتيك وياتيك هنا سؤال، أول تنظيم سياسي معارض هي تكون جمعية بيروت السرية. هنا تأسست أو مرات متى تأسست؟ تأسست في عام 1875. هنا ماذا دعا في المنهاج السياسي؟ دعا في المنهاج السياسي إلى الإصلاح، واستقطبت طبعًا الجمعيات أكثر الشباب، وكان لها أيضًا فروع في مدن دمشق وطرابلس وصيدا. هاي بالنسبه الى هذا عتب منهاجه هسه هنا نجي نتطرق ايضا ممكن ان تجي هنا فراغات كان لجمعيه بيروت السريه فروع عديده في مدن فراغ دمشق وطرابلس وصيدا نتطرق الان الى اهداف الجمعيه اهدافها اولا منح الاستقلال لسوريا بعد توحيدها مع لبنان الهدف الاخر هو الاعتراف باللغه العربيه لغه رسميه للبلاد ثلاثه الغاء الرقابه على الصحف والقيود المفروضه على حريه التعبير والنشر. اربعه استخدام القوات المجنده في الخدمه العسكريه بس يكون ضمن الولايات العربيه، القوات العربيه المجنده يستخدموها ضمن حدود الولايات العربيه. طبعا بالرغم السياسه اللي اتبعها السلطان عبد الحميد ضد هاي الجمعيه السياسه الارهابيه لكن هي استمرت هذه الجمعيه بالنشاط حتى توقفت طبعا نشاطها وبعدين انتقلوا وين انتقلوا المؤسسين؟ انتقلوا مؤسسيها الى القاهره وهناك اسسوا جريده سميت المقطم ومجله المختطف، ممكن ان تجيك المقطم والمختطف ايضا على شكل اما فراغات او تجيك على شكل تعاريف. هنا المقطم هي شنو؟ جريدة سياسية يومية تأسست في مصر بالقاهرة، بعد توقف نشاط الجمعية وانتقلوا المؤسسين إلى القاهرة. المختطف هي مجلة فكرية تأسست أيضاً في مصر، أسسها أعضاء جمعية بيروت السرية بعد ما انتقلوا إلى القاهرة مثل ما ذكرنا نتيجة توقف نشاط الجمعية هناك. تأسست في بيروت أيضاً جمعية أخرى هاي الجمعية تحمل اسم حقوق الملة العربية. هي أيضا تجيك هنا على شكل اما فراغ أو تجيك على شكل تعريف. إذا يجينا على شكل تعريف نقول هي إحدى الجمعيات اللي تأسست في بيروت من قبل مجموعة من المثقفين بعد أن توقف نشاط جمعية بيروت السرية. وأيضا هنا تشكلت جمعية أخرى بالقاهرة هي جمعية الشورى. الثانية إيضاً, أيضا تأتينا على شكل تعريف، نعرفها هي احدى الجمعيات اللي تاسست بالقاهره عام 1897 ومن قبل من؟ من قبل المفكرين والزعماء العرب من بينهم ايضا ممكن يقولوا لك هنا الاعضاء اللي الفوا هذه الجمعيه على شكل فراغات هو محمد رشيد رضا ورفيق العظم. شنو كان هدف هذه الجمعيه؟ هدف هذه الجمعيه معارضه استبداد السلطان عبد الحميد الثاني والدعوه الى اقامه حكومه نيابيه، اذا هنا مثل ما ذكرت لكم اجى تعريفها وايضا من اللي الف هاي الزعماء ممكن ان يجيكم على شكل فراغات او يجيكم ما هدف جمعيه الشورى. وهنا ممكن ان يجيكم ايضا تعريف محمد رشيد رضا او رفيق العظم ايضا راح يكون عندكم هنا تعريفه هنا عندنا مثل ما ذكرت لكم الجمعيات قلنا شنو هدفها معارضه استبداد السلطان عبد الحميد الثاني والدعوه الى اقامه حكومه نيابيه ننتقل هنا الى جمعيه اخرى الجمعيه الاخرى هي جمعيه الاخاء العربي العثماني. هي إحدى الجمعيات العربية اللي تأسست في اسطنبول من قبل من؟ من قبل النخب العربية المثقفة بعد من بعد الانقلاب العثماني اللي حدث 1908. طبعا كان لها فروع بالولايات العربية وأصدرت صحيفة أيضا حتى تنشر الأفكار. ما هي أهداف هذه الجمعية؟ من أهداف هذه الجمعية هي حماية هنا لحماية الدستور المساواة بين العرب والأتراك في الحقوق والواجبات جعل اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد الحفاظ على التراث والعادات والتقاليد العربية طبعا هاي جمعية الإخاء العربي تأسست بعد الإنقلاب العثماني اللي حدث عام 1908 من قبل الاتحاديين من قبل الاتحاديين هسه راح نجي نتعرف من اللي قام ب هذا الانقلاب. الانقلاب العثماني عم اذا يجيكم ايضا ممكن يجيكم على شكل تعريف، الانقلاب العثماني، هو الانقلاب العثماني اللي قادته جمعيه الاتحاد اطاحوا بالسلطان عبد الحميد الثاني وسيطروا اهتانه على السلطه العثمانيه. واعلن الاهداف انه يعيدون العمل بالدستور. وإطلاق حرية التعبير والصحافة والاجتماعات وإلغاء الرقابة وقول طبعا هذا الانقلاب بالتأييد ذكرت لكم آني هو صار الانقلاب 1908 من قبل الاتحاديين وأوعزوا بتشكيل الجمعيات فتشكلت الجمعية هنا لجمعية الاتحاديين اللي سيطروا على السلطة وخلعوا مثل ما ذكرنا السلطان عبد الحميد الثاني أغلقوا جمعية الإخاء العربي إذا هنا يجيكم علل لماذا أغلقوا هذه الجمعية؟ أغلقوها بحجة أعضاها من مثيري الاضطرابات لكن بالأساس هم وجدوا أنه هاي الجمعية رح تكون خطر على سياستهم المستقبلية فقاموا بإغلاقها إذن هنا نتحدثنا عن جمعية الإخاء العربي والانقلاب العثماني، فقلت لكم هنا الانقلاب العثماني اللي قام بجمعية الاتحاد وأعلن إنه يعني بقبول تأسيس الجمعيات، فعلى هذا الضوء تأسست جمعية الأخاء. العربي واللي مثل ما ذكرتكم كان لها ايضا اهداف عديده لكن بالنهايه تم اغلاق هذه الجمعيه من قبل الاتحاديين بحجه انهم مثيرين للاضطراب لكنه بالاساس هم كانوا يخافون على سياستهم المستقبليه فقاموا باغلاقها نجي هنا نكمل عندنا ابرز الجمعيات عندنا الجمعيه الاخرى هي جمعيه المنتدى الادبي الجمعيه هسه احنا عندنا الجمعيه الاخرى ذكرناها جمعيه المنتدى خل اكبرها حتى تكون عندكم واضحه تقدرون تستفيدون منها الجمعيه الاخرى هي جمعيه المنتدى الادبي طبعا هي ايضا احدى الجمعيات اللي تاسست متى 1909 ممكن ان يجيك متى تاسست فراغات ف 1909 هنا طبعا هنا كان هدف علني وهدف مخفي خوفا من بطش الدوله العثمانيه الهدف المعلن هو ثقافي واجتماعي والمخفي كان هو سياسي يرمي الى الحريه والاستقلال اما بالنسبه الى منهاج هاي الجمعيه، فمنهاجها هو الاهتمام بالشؤون الادبيه والثقافيه من خلال شنو؟ من خلال الروايات تمثلوها، القاء القصائد وايضا الاناشيد اللي تساهم بزياده الوعي السياسي وتقوي الروابط بين العرب. طبعا هنا اصدرت الجمعيه مجله. شو اسم هاي المجله؟ لسان العرب. هنا ممكن ان يجيك فراغ، اصدرت جمعيه المنتدى الادبي جريده مجله عفوا ناطقه باسمها هي مجله لسان العرب، مجله ادبيه اصدرتها جمعيه المنتدى الادبي. طبعا هاي الجمعيه ايضا كان لها فروع، فروع تك في سوريا ولبنان والعراق، وممكن يجيك هنا ايضا فراغات انه اصبح لها فروع سوريا ولبنان والعراق. من ابرز الاعضاء أعضاء هذه الجمعية المنتدى الأدبي هي طالب النقيب وأحمد عزة الأعظمي وجميل صدقي الزهاوي وعلي جميل وحبيب العبيدي، طبعاً ممكن أن يجوك أيضاً هنا الأسماء هاي تأتيك على شكل فراغات من أبرز أعضائها فراغ وفراغ اللي ذكرناهم الآن. طبعاً المنتدى هنا بقى جمعية المنتدى الأدبي يعمل بقوة ونشاط حتى عام 1915. عندما أغلقته سلطات الاتحادين إذن نرجع أذكركم جمعية المنتدى الأدبي قلنا هي إحدى الجمعيات اللي تشكلت قلت لكم أخاف يجيكم فراغ وقت تشكلت أو تأسست راح نقول 1909 ما هو الهدف؟ هدفها قلنا أكو معلن واكو مخفي، المعلن ثقافي والمخفي سياسي انه يريدون يحصلون على الاستقلال الذاتي. بعدين تطرقنا الى المنهاج، ذكرنا منهاجها انه تهتم بالشؤون الادبيه من خلال التمثيل الروايات والقاء القصائد والاناشيد حتى تزيد الوعي عند العرب وايضا تزيد وتقوي الروابط بين العرب. ذكرت لكم بعدين هنا اصدرت الجمعيه مجله ناطقه باسمها ذكرناها هي لسان العرب وممكن أيضا ذكرت لكم تأتي على شكل فراغ أصدرت جمعية المنتدى الأدبي مجلة أدبية باسم فراغ هي لسان العرب بعدين تطرقنا ذكرنا لها فروع وأيضا هاي الفروع ممكن أن تأتيكم ممكن على شكل فراغات هي سوريا ولبنان والعراق بعدين ذكرنا أعضائها وأيضا أسماء الأعضاء ممكن أن تأتيكم على شكل فراغات اللي قلنا هو طالب النقيب وأحمد عزة الأعظمي وجميل صدقي الزهاوي وعلي الجميل وحبيب العبيدي طبعا بقى بقى هاي الجمعية بقى تعمل حتى عام 1915 ممكن هاي أيضا السنة تأتيكم على شكل فراغات عندما أغلقته سلطات الاتحاديين اعزائي الطلبه بنهايه درسي لهذا اليوم اتمنى ان نكون وفقنا بدرسنا لهذا اليوم واستودعكم الله على امل التقيكم درس جديد ان شاء الله